بدكم تطولوا بهالسفرة يا مو؟ لا مرت خالي إن شاء الله ما منطول، شغلة يومين ثلاثة، يعني هي إذا لقيناه للشيخ وضاح، أما إذا ما لقيناه بنرجع ثاني يوم إن شاء الله. أبا شاش بدي لك، خليك أنت هون دير بالك على الحاصل، وأنا بروح مع ابن ما. لا أخي لا، أنا مشتاق للشيخ وضاح وبدي روح أسلم عليه. وضاح؟ لا تتعوقوا علينا. لا إن شاء الله ما بتعوق. عمتي هات البشارة، رويدة حبلي. شو هالحكي؟ عمتي كيف يا مو؟ جوزك لازم يعرف. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك أخي. إن شاء الله ألف مبروك تقبل. الله يبارك فيك يا رب يدمم على خير. خالتي رويدة أماني برقبتكم أنت ومرت خالي، بتديروا بالكم عليها لبين ما أرجع. لا تشغل بالك تقبرني، ما حنتركها لحالها منوم. تيسروا أنتم. وضح إذا لقيت كمي بطريقك شبني معك. يو يبعث لك حما، حدا بتوحم على كمي. عمتي مو وقت الكمي هلا. بسيطة بسيطة، إلا ما نلاقي عند البدو شوية كمي ميبسة. اعمل جهدك تقبرني. رشدي خيره وينه؟ واقف برا ما رضي يفوت. يلا لكن نطلع وتوقف. يلا بخاطركم. الله معكم بالسلامة. يسرى. الله يحمي. آمين يا رب. شرفوا شرفوا. الشيخ سلطان الطيار قليل من أمثاله، لك هجم لوحده على المدفع، قوص على الفرنساوية ومسك المدفع وزكته من فوق التلة. وما صار له شيء؟ شو ما صار له شيء؟ لما وصل على العشيرة ما قدر ينزل من على ظهر الفرس. ليش؟ لأنه الرصاص اللي أكله بجسمه نازل الدم كله على رجليه وملزقه على الفرس. يبعت لي حمى. وضح قطي على وشي قطي. يا ليش في حدا؟ في اثنين خيالي عم يطلعوا علينا. ايه دخيل الله بعاد كتير. مهم غطي على وشك احسن. ابو عجاج مور ابو نمر معيتك، شوف لي هالجماعة بيعرفوا شي عن عشيرة الشيخ وضاح. لعيونك ابو نمر. وضاح قلت لك غطي على وشي شبرا. كأنه هالجماعة شوام مو هيك؟ يا والله لبسون مثل أهل الشام. ما بدي حدا يشوف لقومي مو بي. قوم تقبرني قوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا عم بدي نسألك عن عشيرة الشيخ وضاح. عشيرة الشيخ وضاح؟ عمي وضاح؟ رشدي! وضاح! هذا أبوك! أوف 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 رشدي! لا رشدي! لا رشدي! أنا حبيبي يا أخي! أبي! وضاح! أي وضاح! يا عمري لك ان شاء الله الموت لقلبي يا عمري. ايدي الشر عن قلبك. رشدي ما سألناك انت كيفك وكيفهم اهلك؟ بخير عمتي بخير، كلياتهم بيدعوا بسلامتكم. وامك ان شاء الله تحسني؟ الحمد لله عمتي صارت احسن. يلا يا بيقوم خلينا نروح على وظافة عمك ابو نمر. يلا يو هلا بدك تاخده؟ صار لي 10 سنين ما شفته. شب انا بخليه يسلم على الناس وبرجع لك يا لا تخافي. خلص يا مو ما راح اتعوق. وهم ابو عجاج يلا يا بيقوم. يا رب شكرك يا رب. شو هالحكي؟ كل هالشي طلع من صفوان؟ اي نعم. لا انا لازم اروح على الشام. ساب صفوان كبر كبر كتير، صار اكبر من راسه وان الاوان انه نحاسبه. الله حاسبه عمي. حاسبه؟ شلون؟ تقطعوا رجلي. قولي على قامتي وشلون؟ لانه كان خاين وعوايني لفرنساوي، وهو وراي منشان يفتن على السوار قام انفجرت بمبه بين رجلي. يبعت لي حمى ان شاء الله. الله كبير يا مو، الله كبير. دخيل اسمه يمهل ولا يهمل. أنا كل هالكلام ما بشفي لي قلبي،
صفوان لازم يدفع لنا حسابنا على الكامل. روي يا أبي روي، صفوان اتركه علي. أساساً أنا ناطره لحتى يطلع من الخستخاني، وسمعت أنه طلع من يومين ثلاثة، فخليني لأوصل عالشام وبفضاله. لا يا مو، الله يرضى عليك، مو ناقصنا مشاكل نحنا، بكرة بتنحبسوا، والله ما سددت أنت رجعت لنا. يا مو، صفوان أزانا كتير، كتير أزانا. خلص تقبرني، بكفي اللي صار فيه. بكرة بيقولوا العالم ليكم تمرجلوا على عاجز. يا مو، ابن مين هذا الولد؟ هذا الولد ابن أخوه للشيخ وضاح، يا خطيه يتيم الأم والأب. ايه ولين نايم هون؟ وضاح، شايفوا هذا الولد؟ هذا ما بيترك لا بالليل ولا بالنهار، وما بينام إلا بحضني، وما بيقول لي غير يا ستي ولا أبوك يا جدي. اي والله، والله مالي عرفان شلون بنروح على الشام ونترك الولد هون. يوه، عم فكر ناخده معنا. شلون؟ ايه، مو رشدي قال لي إنه صار في مدرسة بالحارة، بنسجله هنيك، بيتعلم القراية والكتيبة. شو عم تحكي أنت يا وضاح؟ أبو نمر بيحبوا لهذا الولد كتير كتير، وبعدين أخوه وموصي فيه قبل ما يموت. ما بصير يا أم، ما بصير، شو هالحكي؟ بعدين الولد بيضله غريب، ما بصير تنكشفي عليه أنت ورويدا. يو، لا لك أمي، ما بصير تحكي هذا الحكي، هذا الولد لساته صغير وما أنه وعيان على حاله. ولو كان يا أم، ولو كان، بكرة بيكبر وبيتذكر كل شيء شافه بصغرته. ما قلت لي عمي بدكم ترجعوا على اسطنبول أنت وسميحة والولاد؟ الله يرضى على اسمك صهري، سفر لهنيك ما بقى فيه، والله قلبي ما عاد يتحمل الفراق. لا تخافي مرت عمي، ما رح نرجع، رح نضل بالشام. مختار حالة عياش عمي أبو وضاح رجع. شو هالحكي؟ لك شو عم بيقول وضاح ولا أبو وضاح؟ عم بيقول أبو وضاح. أنا هيك سمعت. لك شو عم تحكي يا أبو عجاج؟ المختار أبو وضاح رجع. معقولة؟ كل شيء بصير. طيب خلونا نمشي على المضافة نعرف شو القصة. تفضل تفضل تفضل. المختار أبو وضاح رجع يا أهل حارة عياش. المختار أبو وضاح رجع. شباب بدي استقبال لعمي أبو وضاح. ما صار عمار ورقي. جماعة السيف والترس هلا بدي اياهم هون. لعيونك تكة بيكونوا عندك. فخري يا عمي أبو فخري. أيوة بيسلم عليك أبو نمر وبيقول لك اتباع 10 خواريف منشان نوزعهم على الناس. هلا يعني؟ إيه هلا. لا عمي، أنا بدي روح استقبل أبو وضاح، بعدين ما في حدا يساعدني. أنا بساعدك. هي علينا أبو فخري، هلا بس يجي المختار بتشوفه بسلم عليه. هيك قلت؟ إيه. أمري لله، شرف عمي شرف، روح. أبو مرزوق خليك هون أنت وأبو عمشة، تساعدوا أبو فخري وأبو عجاج. صار معلم. يعني العضوات. علي أنا في عندنا خواريف توصلوا وبرجع. لا في نقلة خواريف ولا من يحزنون، بتضل هون أنت أبو مرزوق بتساعدوهم. صار معلم. عادي يلا. انت شو عم تساوي هون؟ خلاص ابو عجاج خلاص اتركوا. امرك حكيم. يلا تيسر روح. اجوا يا شباب اجوا، وصل المختار. وصلوا محلات الاتفاق. تسوى شي بلاك يا كبير. الله يخليك يا فهد. الله يخليك. الله يسلمك.
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. سلام والله اشتقنا يا هلا يا هلا. الحمد لله على سلامتك يا مختار. الله يسلمك يا شيخ وزير. الله يسلمك ويخليك يا رب. يا رب عليك ويحميك. الله يسلمك. مع السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. مع السلامة يا ابو طارق. الله يسلمك. مع السلامة. الله يسلمك. الله يسلمك. كبرت الحارة يا مختار. الله يخليك يا رب. عمي ابو طاح. مين هاد؟ عمي ابو طاح. هذا صفوان يا مختار. عمي ابو طاح. سامحني يا كبير، جيرت عليك. الله تسامحني. أخر عنه هيك ولا لا تنسوا الأبي بإيديك. أبي طاهر. وطاح. امشوا يا جماعة امشوا. أهلا وسهلا باللي جاي. أهلا وسهلا باللي جاي. يا أهل الدار جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار ولا جار.